ألم معين أو نزيد من فرح معين للناس. Okay, so we have to put ourselves in other people's shoes. Okay. In order to do that, في حاجة اسمها في design thinking البيرسونا. إيش البيرسونا؟ أنت طبعا في البداية يعني هي في design thinking فعليا ما عندك بداية قد ما تتحب تقول تقدر تقول إنه بنبدأ somewhere. يعني أنا عندي معلومات عن المستهلك حقي وعلى أساس الحاجة هذه أبدأ أبني شيء جديد، أو عندي منتج أو تجربة already موجودة وبفهم العميل من خلالها وأشوف الباترنز حقته، فلها أكثر من طريقة. هي بروسيس لكن أنت ممكن تبدأ في أماكن مختلفة لكن طريقة التفكير هي نفسها. واحد من الحاجات هنا الأساسية أنه بتحدد الشخصية، فإنك بتفكر فيها كأنه إيش الصورة النمطية اللي بحاول أعملها للمستهلك حقي. فلسي 90% من الناس اللي بيستخدموا المنتج حقي إن كان والله نساء من السن الفلاني ويحبوا الحاجات الفلانية، وهذه الحاجة هذه الويب سايت اللي يروحوا لها، فأقدر أرسم شكل البنت فعليا في دماغي إنه هذه نوع البنت اللي بتشتري المنتج حقي. البنت هذه تحب إيش؟ إيش اللي بتدور عليه؟ إيش طموحاتها؟ إيش مشاعرها إن كانت إيجابية أو سلبية؟ بتشعر في ايش وقت استخدام هذا المنتج. اوكي، انت كده بتصمم البرسونا اللي على اساسه بعد كده بتبني المنتج او التجربه انت تحاول تقدمها عشان يمكن تستبق الاحداث وتعرف هي ايش تبغى وايش بالها تسوي. اوكي، هذه برضو جدا مهمه، فكره اليوزر جيرني. نرجع نفس نفس المثل حق البنت اللي نحن عاملين لها برسونا. Let's say إنها راح الجوازات. أوكي، وهذا شيء حصل actually في واحدة من الكيس ستاريز اللي كنا نقراها عن سنغافورة تقريبا، إنه الجوازات والمحل يطلع منه الهويات كان عندهم مشكلة مرة كثيرة، لأنه الناس تروح ولا أحد عارف بالضبط يروح فين يكلم مين، ما في أي علامات تدل على أي شيء، الناس أصلا ما هم عارفين موقعهم. بدأت الحكومة تقريبا هذيك الفترة قالت باستخدام الديزاين ثينكينج نبغى نغير وضع هذا. فمن يوم ما انت بتسجل عشان تقدم تاخذ الهويه حقتك في بيتك لغايه ما تركب الباص لغايه ما توصل الموقع لغايه ما توصل لغايه الغرفه اللي تاخذ تستلم منها الورقه او تستلم منها الكارت حقك، هذا كله مصمم لك في بروسيس كامله موجوده في انفوجرافيك وتعرف انت بالضبط حتسوي ايش. فايتس ريلي بيوتيفول. فهذه يسموها رحله المستخدم. من يوم ما انت يور انتر اكتنج، وهذه كي وورد الانتر اكشن اللي بيصير مع البرودكت ولا السيرفيس حقي ولا الاكسبيرينس حقتي لغايه ما ينتهي، ايش المراحل اللي بيعدي فيها هذا المستخدم. اوكي، وحنتكلم في هذا الموضوع اكثر شوي، وعلى اساس هذا انت بتبني الهابينس مابينج حقتك. فهنا شايفين ايش؟ انه ايدنتيفاي all the moments a user goes from beginning to end when interacting with this particular experience. أي حدد جميع اللحظات التي يمر بها المستخدم من البداية إلى النهاية لما بيتفاعل مع التجربة اللي قدامه. هذا برضو is an interesting quote. يقول لك الطريقة الوحيدة لعيش التجربة إنك تجربها. هذا مصمم بريطاني يقول كده. ففعليا أنت بتمشي بتحس إيش الإنسان بيحسه لما أنت بتجرب. أنت ما بتقدم المنتج وتطالع فيه أو بتقدمه للناس على طول، لا، أنت بتجربه بنفسك، بتشوف أوكي إيش ممكن طرق مختلفة يجربها في الناس، بيستخدموا كيف وليش ومتى، لما بيشتروها من فين بيشتروها، كل هذا أنت بتفكر فيه، بتطالع الدنيا من منظور الكاستمر نفسه. هذه ممكن نسويها لو تحبوا، هذه اللي حنطبق عليها في الشغل. فخلينا ناخذ اكزامبل، وهذه حاجه انا عملتها في واحد من الشركات اللي اشتغل فيها. اوكي، هذا من اتش ار برسبكتيف. كان عندنا مشكله. المشكله هي ايش؟ انه يجونا اولاد شباب متخرجين من الكليه التقنيه يجي يقدموا على وظائف. اوكي، فلازم يقدموا على الانترنت او يقدموا من خلال احد، بعد كده يصير الانترفيو، you know the story صح؟ انه هذه
المراحل بيعدي عليها الإنسان بيطبق الحاجة هذه. لكن عندنا مشكلة، هل الناس بتعرف من الويب سايت، من الواتساب، من تويتر؟ طب إيش يعرفني إنه الحاجات دي بتوصل للناس دي في الوقت الصح؟ طب ممكن واحد ما توصل له الحاجات هاي because he does not consume Twitter let's say، أو إنه ما حيكون في المحل المناسب في الوقت المناسب، أو يفوت عليه الوقت، أو يجي لموقع الشركة ومو هو عارف يدخل، طيب ومو هو عارف موقع الشركة أصلا، أو مو هو عارف أي مكتب يروح له عشان يروح يتكلم مع أحد. فتلاقي مثلا أولاد كانوا يقعدوا يدوروا بالله يا أستاذ فين أقدر أروح لفلان، أقدر أكلم مين، أروح من فين، ويروحوا يتوهوا. فهذه كانت عندها مشكلة. فخلينا ناخذ كده 5 دقائق نتكلم مع بعض إنه ناخذ الفكرة هذه ونحاول نطبقها. دحين نحن عندنا هذه الدايمنشنز ريلي ريلي يعني بسرعة، ما حناخذهم كلهم، حناخذ حاجة منها بسيطة. كانسي، اونبوردينج، بيرفورمانس، جروث اند اكزيت، هاي يسموها مراحل التوظيف صح؟ فتبدأ بترشيح الموظف لشغلانة معينة، لأنه نعمل له اورينتيشن، نعرفه ايش الشركة، ايش الفيجن والميشن والاوبجكتيفز حقتها. بعد كده بنخليه يشتغل، وعلى اساس الشغل حقه هو يبدا يظبط الاداء حقه، بعد كده بيمه في الشركه ويرتفع في المناصب لغايه ما بعد كده بيتقاعد. خلينا بس نطالع في الكانديدسي فور ناو، اوكي؟ انه ترشيح الموظف زي المثل كنا نقوله، الولد الشاب اللي بيتخرج من الكليه التقنيه بيقدم على شركه معينه، كيف حيسوي الحكايه دي؟ اوكي؟ فنسال اسئله انه ايش الهدف من المنطقه دي؟ بعدين ايش المشكله اللي بيواجهها هذا الانسان؟ وحنستكشف بعض الحلول لهذه الحاجات وبعض الاستراتيجيات اللي ممكن نطبقها نختارها من هنا، حنعملها كيف؟ اوكي؟ ف let's see مين عندنا هنا. ابى افتح الفلور انه ناخذ مع بعض. let's see مين يحب يشارك؟ أنا شايف هنا عندنا عبير، علي، أمل، دعاء، انتصار، هيلة صح، إبراهيم، جواهر، لما، محمد، مروج، رنا، سعد، وسام، زينب، أحمد، خالد، سمر، عبد الله، عرفات، ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم ألف عافية، لطيفة، منار، وهيفا. مين يحب يشارك؟ ايش رايكم؟ ممكن تشاركوا عبر الشات، وممكن تتكلموا معايا دايركتلي، انا حقفل الميكروفون حقي عشان اسمع مين يحب يتكلم. أشارك معك أنا علي عسيري، ما هنا خلاف. حياك أسود، حياك الله. تفضل. أوكي، دحين نتكلم على الكيس ستدي حقت الطالب المتخرج من الكلية التقنية بيحاول يقدم على شركة، هو في الكانسي ليفل هنا في الترشيح، إيش الهدف إنه هو يقدم؟ طبعا هذا الهدف هو كارير بيلدينج، يعني هو يبغى يبني حياته، فكذلك رب العمل يكون عنده موظف يؤدي بالأعمال ويقوم بالأعمال، فالهدف مشترك بين الطرفين. صحيح، well said sir، well said. فنتوقع هذا الولد اللي هو بيقدم على الشغلانة إيش مشاعره حتكون؟ إيش المشاكل اللي قد تكون واجهه؟ is he going to be very happy؟ حيكون ولا حيكون في نوع من الربشة والارتباك وعدم المعرفة، أنا داخل على إيش؟ أنا ماني عارف إيش اللي ساير، كيف حيكون الوضع حقه نفسياً؟ طبعاً حيكون فيه عنده panicking situation مع أخونا الموظف الجديد، لأنه حيدخل إلى تحدي جديد وما عنده العلم والمعرفة عن المعلوم. كذلك رب العمل المفروض من نظرتي أنه يكون عندهم well set orientation in advance، يعني يعطوهم فكرة مبسطة عن العمل القادم اللي بيحصل عليه الموظف هذا، من رأيي يعني، فعلى أساس صح. Absolutely correct. Absolutely correct. فلازم يكون يعرف هو رايح فين، جاي من فين، كيف نعم الاورينتيشن حيصير، يكون عنده معرفه قبل ما هو يخش على حاجه هو بالنسبه له ما يدري عنها اي شيء. قد فايش تكون المشاكل؟ ايوه تفضل. general information إنه إكس كمبني عندها العمل المعين هذا وما شابه ذلك، وحيكون كذا كذا والبنفيتس كذا، ولا فعلى الأقل يعني
الأخ الموظف المتقدم يكون داخل عنده نوع من المعلومة عشان ما يكون في وضع واندر بيرسونال ستريس وما شابه ذلك. absolutely. فشايفين؟ فبس انه نتعاطف مع هذا الشاب اللي بيدخل بيقدم على شغله فلانيه، حنقول طيب ايش ممكن نعمله عشان نخفف من الضغط النفسي على الولد هذا ونقدم له المعلومات. We do advanced preparations حتكون general بمسميات الوظائف، وبعدين معلومة عن الوظيفة، ويمكن little bit عن ال benefits اللي إن شاء الله coming up for this opportunity، يعني الوظيفة وما شابهها. وكذلك يمكن نحط لهم career plan أو شبه يعني الرود ماب حق المستقبل كنظرة خفيفة، يعني كمعلومات بسيطة عنها. وهذا يعطيه داعم كبير أنه سين من الناس يجي يدخل ويستمر، لأنه دخل على وضوح كامل يعني أو شبه كامل. absolutely correct. فانه نحضر المعلومات اللي يحتاجها الانسان هذا اصلا قبل ما حتى يقدم توصل له ويكون على درايه، مو انه والله ان احنا مقدمين وظائف، الوظائف موجوده تعالوا قدموا، طب ايش الشركه؟ ايش البرامج اللي فيها؟ انتم مين بالضبط؟ فين موقعكم؟ كيف اتواصل معاكم؟ اروح لمين اكلمه؟ كيف اعبي الفورمه؟ الحاجات هذه كلها بالنسبه له جاهزه، وجاهزه بطريقه سهله وبسيطه يقدر يتعامل معها. شايف؟ وبالطريقة حقته، ما يروح له مثلا على محل معين هو ما يروح له. أغلب الشباب يروحوا دحين مثلا فين؟ مثلا they go to Twitter. مثلا not a lot of young people مثلا go to Facebook let's say. فmaybe Twitter is a better place إنك تحط له المعلومات هذه يروح له. أو إنه في ويب سايت حقت حاجات معينة هم مهتمين بها كشباب، نروح لهم هناك. في أوقات هم بالنسبة لهم عموما يكونوا موجودين. لو هم موجودين في الليل نبعتهم الحاجات في الليل عشان يبقوا يعرفوا عنها. أشياء من هذا القبيل. فشكرا جزيلا أستاذ علي، يعطيكم العافية. نروح للصفحة اللي بعدها بالنسبة للبرين ستورمينج. فطبعا في طرق كثيرة للبرين ستورمينج، كروس بولينيشن، thinking out of the box type of thing، صح؟ لكن إيش الهدف البرين ستورمينج هو نحاول نتكلم عليه؟ إنه to go further، إنه كمل، لا توقف، طلع افكار زياده مهما كانت الفكره غريبه ولا مجنونه. هذا اكشلي من الحاجات اللي نحن نبغاها تصير، because we're pushing the idea to the limit. نبغى نشوف ايش حد الفكره هذه عشان نطلع افكار من جد ملهمه، اشياء من جد مبتكره. لو اقول لكم بعض الحاجات اللي طلعنا بها جدا كانت تضحك، يعني حتى وقت البرين ستورمينج سيشن جدا ممتع وجدا ضحك، ومره يعني على قولة الشباب يقولوا فله. طيب في الفترة اللي انت قاعد فيها هنا is so nice. طيب وتشوف الافكار كده كثير تطلع، مثلا توصل 50-60 فكرة مختلفة، وكل الناس في البداية يكونوا ها ما بيبان بشكل بايخ، ما بيكون شكلي اهبل، مش عارف ايه. لا، في البرين ستورمينج سيشن everybody can say anything باي طريقة تبغاها، انه هنا الهدف الرئيسي نطلع بافكار جدا مختلفة، وممكن تبدأ يصير تدمج الافكار هذه مع بعضها، تحط هذه الفكرة مع هذه الفكرة، تبدأ يعني تختبر الفكرة فلسفيا وقتها قبل ما تعمل لها بروتوتايبينج اللي هو تعمل لها النموذج الأول حقها. أوكي، هذه السبعة طرق للبرين ستورمينج. أوكي، فافتكروا سكامبر. سكامبر اختصار لهذه السبعة اللي هي substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate وinvert، اللي هو الاستبدال، الجمع، التأقلم، التعديل، استخدام آخر، الإقصاء والعكس. إيش معنى الكلام هذا؟ خلينا نأخذ أمثلة. أوكي، فلس سي substitute، كلكم عندكم جوالات صح؟ دحين أبغى كده كم واحد يشاركني، خشوا معايا، مين يقدر افكوا كلكم الميكروفونات حقتكم، ابغاكم تتكلموا معايا الحين لو تقدروا. اوكي اوكي اكسلنت. فدحين ايش اللي صاير؟ ليتس سي كلكم عندكم جوالات، شوف تفتكروا كيف الجوال تطور. يب
تذكر كيف الجوال تطور؟ طبعا اكيد. ايش كان اول الجوال شكله؟ اول كان اشي كتير كبير في السيارة وكان واير، ما كانش وايرلس. بعديها بشوي بعديها بأول ال 97 98 نزلوا اللي كان فيهم الانفرد، اللي هو النوكيا كان 610 600 لا 6000 1100 وال 1200 اللي كان لونهم كحلي واحمر، كانوا بعدين شوي نزل الكيت كات الصغير. صارت يعني بهذيك الفتره صارت كل ما التليفون كان اصغر كان إشي كتير واو. بعدين نزلت التليفون فيها صار بنات الاغاني، بعدين بعديها بشوي صارت التليفونات اللي فيها ملونه. بعدين ولا قاطعك بالخير معلش، في واحد الباك اند ساوند مره قوي عنده، فلو يو كان تيرن ات اوف بليز. وبعديها بشوي نزلت نزل بي بي ام، وبعديها اكسلنت. فاوكي، واحده من الحاجات الاساسيه اللي نذكرها بالنسبه للجوال ايش؟ انه كان في ازارير، صح؟ كان في ازارير في الجوال. بعدين اول ما طلعت التكنولوجي حقه التاتش سكرين كله بدا يغير على تاتش سكرين. فدحين انت ما لغيت الفانكشناليتي، الفانكشناليتي موجوده، لكن اللي تغير التكنولوجي، فتغيرت اليوزر اكسبيرينس حقتك، فبدلت اكسبيرينس باكسبيرينس. اوكي، ذاتس واتس جوينج اون. فبدلنا حاجه بحاجه. فلما نقول سبستيتوت اللي هو ريبليسينج وان بارت اوف ذا برودكت وذ انذر ذات وركس بيتر. اوكي، فزي ما غيرنا الازارير اللي على الجوال للتاتش سكرين، فدحين ما مين بيشتغل على ازارير عموما، نادرا. طيب فور ذس وان كومباين اللي هو بوتينج ديفرنت كومبوننتس توجذر تو امبروف ا برودكت. الجوال بحد ذاته هل هو يعتبر شيء جديد؟ فعليا لا. التليفون اخترعوه من اول، التلفزيون اخترعوه من الاول، الراديو والمسجل اخترعوه من اول، الكاميرا مخترعينها من اول، الكالندر مخترعينه من الاول، دفتر التليفونات اللي تحط فيه الاسامي والارقام معمول من اول. So it's a combine. ايوه، فحصل كومبينيشن، جاء اخذ لك كل الحاجات هذه حط لك اياها في محل واحد. فهذه it's very creative انك you're able to do that. اوكي، فthat's just incredible that they were able to do that. مش ممكن يديني كمان example ثاني؟ go ahead. استاذ حمزه ممكن اسال سؤال لو تكرمت؟ هلا هذا اللي هو بنحكي عنه الانفنشن بعدين الانوفيشن، صح؟ يس مام. اوكي، وحندخل نشوف انه كيف انت يمكن تسويها برضو على مستوى الشركه حقتك داخليا. And that's where we're going to get to دحين ان شاء الله. بس انا ابغاكم تدخلوا في فكره الديزاين ثينكينج، انه كيف طريقه التفكير حقها، وبعد كده حنطبقها على السعاده. اوكي، فمثلا adapt update the product to new customer preferences. ايش معنى الكلام هذا؟ لازم تتاقلم مع المطلوب في السوق. You have to adapt their ideas and thought وبناء عليه تطلع بالمنتج المناسب. جميل. فمثلا نحن كان عندنا السيارات اغلبها كانت سيدان في الماضي، نادر ما كانت تلاقي الناس تركب سيارات مثلا جيبات ولا اس يو فيز. لكن مع هذا بدا يصير مهم بالنسبه للناس انه تركب جيبات في التسعينات، فتغير البريفرنس حقه الكونسيومر. فتلاقي سيارات دحين زي بورشا عندها كاين، عندها جيب، عندها اس يو في بورشا. هو رفضت، نحن في بالنا والله البورشا از دايد 11، اتس ا فاست كار، nobody thinks about Porsche as a family car، صح ولا لا؟ they only think about it على اساس انها هي اتس ا فاست كار. فهذا التاقلم، this is adapting. الحين نتكلم على فكره الموديفاي. تذكروا كيف كان شكل الكمبيوترز حقت ابل؟ لو تفتكروا كده حول يعني التسعينات بدايه الالفينات، شكل سكرينات مو النحيفه اللي كان لسه كبيره، سكرينز
كيف كان شكلها؟ أحد يذكرها شباب؟ يا بنات برضو؟ مثل التلفزيون كانت. أيوة. مثل. إيش اللي كان يميز أبل عن الباقيين كلهم؟ تذكروا كيف كان شكلها؟ لا لا. أنا نفسي أوري لكم هي. لو تخشوا تشوفوا ال let me see if I can bring it out for you guys. But anyways. كان شكلها عاملة زي التلفزيون العادي حق السكرين حق الكمبيوتر لكن عاملينه بألوان وعاملينه بلاستيك شفاف كان شكله كده something that comes out of space كده شوية. Does anybody remember that? نفسي أجيب لكم. أوكي. فمثلا خلينا نأخذ فكرة ثانية نفس الحاجة لكن بطريقة مختلفة. Okay, in putting to another use. Okay, putting something to another use. طبعا احنا فنانين في الحاجة هذه. أبغى منكم مثل. ها مين عنده مثل إنه نستخدم حاجة لغرض ثاني نفس الحاجة لكن غرض ثاني استخدام آخر زي مثلا يقول والله معلش وانتم بكرامة محتاج لبيسة وما يلاقي لبيسة مسكت الملعقة زحلقت رجلي جوة الشو مثلا طيب this is one creative way to use the same product for a different use مين عنده example ثاني استنى اختك لمار يا زفت مثلا شايف مين عنده مثل تاني شباب يا بنات لا يحضرني شيء الان ولكن الموضوع معروف يعني بس الان لا يحضرنا اي شيء ممتاز فيعني I think we got the point صح والإليمينيشن إنه taking something that is there و take it out altogether حاجة كنا بنستخدمها مثلا نستخدمها خلاص take it out of the equation و inverting something إنه تعكسها take the same thing use it for different ideas فهذه الحاجات كلها تساعد إنك أنت تفكر بطريقة جديدة مختلفة واحدة من أهم الحاجات إنه أخرج نفسك منطقة الراحة الراحة ترى زي المرض إنه تبدأ ترتاح لحاجة معينة هي الطريقة حقتي ما أسوي غيرها منها الابتكار حقك حيقل الإبداع حقك حيقل لكن من الحاجات اللي تزيد الإبداع وتزيد الابتكار إنك تتعلم مجالات جديدة مختلفة عن مجالك أنت فيه تفكر في أفكار جديدة تقوم بتجارب جديدة تشوف منتجات جديدة حتى لو أنت ما أنت داخل في الجو هذا سويها anyways لأنه يثريك لأنه هنا زي ما يقول is where magic happens تطلع أفكار معك ما عمرك فكرت فيها بس إنك أنت دخلت تجربة جديدة هنا نتكلم على reflecting on pros and cons اللي هو الإيجابيات والسلبيات حقة الحاجة اللي أنا طلعت بها هنا يبدأ يتم تحديد القرار إنه أوكي عندنا أفكار مرة كثير لكن أنت عندك محددات المحددات هذه قد تكون مالية قد تكون في التصميم نفسه أو في التكنولوجي نفسها we don't have that technology تبدا زي المدخل تبدا تقل الافكار تقل الافكار لغايه ما تصير في افكار عموما نقدر نطبقها وحنختار منها مجموعه معينه نعمل عليها بروتوتايبس فهنا الكلام ان knowledge is not power implementation is power فخذ الفكره طبقها حتى لو طبقها بشكل مره سهل وبسيط مو لازم يكون شيء واو صح فواحد من الأفكار اللي عندهم برضو في design thinking إنه fail fast أفشل بسرعة عشان ما نحط وقت كثير وموارد كثيرة وتعب كثير على حاجة ما حتصير فاستخدم والله قص ولزق جيب لك صلصال سوي حاجة أرسم بيدك وهذا نحن نتكلم عليه okay just one second the prototyping this is one of the most fun parts إنه واحد يسويها Okay, anticipate what can go wrong. زي Murphy's law. If it can go wrong, it will. وكيف حظبط الموضوع لو حصل؟ Implementation. أنا أقول لكم واحد من الحاجات اللي حكينا عندنا مشكلة. دحين this is adapting design thinking
للهيومن ريسورسز. هذه واحده من هذا الميشن والفيجن والكور فاليوز حق واحد من الشركات. كنا عاملين سيرفي شفنا تقريبا فوق 80% من الشركه ان كان الموظفين ولا حتى بعض المانجرز ما كان عندهم اي درايه بايش الميشن وايش الفيجن وايش الفاليوز. كنا نقول له مثلا ايش الفاليوز حق الشركه، يقول لك سعوديزيشن، والله ما ادري كم واحده منهم ما نعرف. هذه مشكله. طب انت كيف تبغى تدير شركه ان يموبلايز بيبل توورز ا سيرتن دايركشن لو هم الناس ما هم عارفين ايش القيم حقتهم وايش المهمه وايش الرؤيه حقتهم. فقلنا طيب خلينا نشوف هنا. فهنا ابغاكم طالعوا بس في حكايه الميشن هنا اوكي. فهذا تايملي سبلاي اوف ذا هايست فاليو برودكتس ات ا كومبيتيتيف كوست through a competent and optimized workforce while maintaining world-class safety, reliability, and environmental protection. شايفين؟ لكن no wonder people cannot remember this. صح ولا لا؟ الكلام جدا كثير وجدا جدا طويل. وهنا المشكلة. مش انه والله الناس ما بتحفظ ولا ما هي مهتمة ولا ناس خايبة. It's not that. لكن هذه ثلاثة سطور من كلام مرة كثير. هيحفظوها كيف؟ فكنا لازم نسهل على الناس انها تقدر تتذكرها. هنعملها كيف؟ قلنا طيب we have to turn this into an infographic. طيب فقلنا ايش؟ to have a timely supply of the highest quality product at a competitive cost through an optimized and competent workforce while maintaining safety, reliability and environmental protection. والله يا ناس انه بس قلبناها بالطريقه هذه الرقم انعكس، صار فوق 90% من الناس تذكر على الاقل 3 الى 4 حاجات من الفاليوز وكل كل الفاليوز و 3 4 حاجات من الميشن. بس انه طالع الصوره هذه خلاص، لانه الصوره دحين مطبوعه في ذهنه. فلو سالته قلت له ايش الميشن حق الكمباني يفكر، يقول لي يشوف الصوره في عينه يبدا يقولها. فيقول مثلا انه يكون عندنا منتج كويس في وقت كويس ويعني سعر كويس، والناس اللي بتسويه هي حقوننا يكونوا مدربين كويسين، ولكننا بنهتم برضو بالأمن والسلامة حقت الناس ونعملها بطريقة ممتازة ونكون برضو نخلي بالنا على البيئة. ما قال لي هي نصا، لكن هو فاهم، هو واصل للنتيجة وهذا مهم. نفس الحاجة هنا مثلا مع الفاليوز قسمناها زي كده: excellence, teamwork, integrity, citizenship, accountability. These are also mouthfuls. لكن أخذنا أول حرف من هذه الخمسة الكلمات وعملنا كلمة اسمها كيتي. سوري خليني أكتب لكم هي هنا. كيتي. فقول لهم what are your values؟ يقول لك كيتي. إيش كيتي؟ citizenship, accountability, teamwork, integrity, excellence. لأنه خلاص عنده شيء يربطه في دماغه فصار يعرفوها. وهذه by the way عملنا منها prototype. هاي دحين هذه رسمة يدي، أنا كنت قاعد مع التيم حقي كنا بنسويها، إنه حنخلي الناس تفتكرها كيف دي. فقلنا حنقول علبة جوة علبة، العلبة اللي في النص حتتكلم على الإنسان أوكي، اللي هو الـ competent and optimized workforce، والصندوق اللي جوه حق الـ values، والصندوق اللي برا حق الـ mission، وهي حقة الـ vision، وهي هنا كنا بنقدمها. الناس عجبت الفكرة مرة وصارت تحفظها، صارت تحطها زي التعليقات عندهم في السيارة ويحطوها على المكاتب حقتهم، وصاروا يطلبوا إنه يا ريت تعملونا منها منتج ناخذها معانا في البيوت أو نحطها في المكاتب أو نعملها مقلميات، إنه أعجبوا بالفكرة. وصرنا نعمل حاجات زي كده ونقدمها. للاسف الشديد ما عندي الصور او الفيديو اللي اوريكم هو، لكن هذه بعض السنيبتس اللي لقيناها. فطبعا ذا سكاي از ذا ليميت صح؟ فواحد من هذه مثلا، هذه برضه بيدنا كنا بنتكلم عليها، انه الكريكلم حق الطلبه اللي هم بيستخدموه اوكي، هنا الفرونت هنا الباك هنا الانسايد اوف ذا كريكلم، انت بتتكلم مع طلبه هم اصلا ما يحبوا يقروا ولا ما كانوا دخلوا فوكيشن تريننج صح ولا لا؟ ما دخلوا الجامعة يعني ما سابوا الجامعة من قريب،
هم يدخلوا فوكيشن تريننج عشان يبقى يشتغل بيده. فقلل عليه القرايه باكثر ما يمكن، لا تجيب له حاجه فيها كلام كثير. فلازم نعيد تصميم هذا الكريكولم بحيث يوائم الناس اللي داخله تتدرب فيه. ابغى صور اكثر، ابغى انفوجرافيك، ابغى اشياء ملونه، ابغى اشياء يكون شكلها حلو وهم بيقروها، الكلام واضح، ما يكون في كلام كثير، كي ووردز معينه يبدا يركزوا عليها. وعملناها بالطريقه هذه. طبعا واحد من الحاجات برضو عملناها بالنسبه لهذه كان حاجه اسمها اوبريشن انتيك بروجرام في واحده من الشركات. طيب فيجي الولد، فهذه كانت المشكله، يجي رئيس التدريب هناك يقول يا اخي الناس ما هي عارفه ان احنا قاعدين نسوي ايش، وجاينا مره يعني باد ريبيوتيشن عن الموضوع ده، الناس ما هي مقدره ان احنا ايش قاعدين بنسوي، وما هم عارفين اصلا ان احنا بنسوي ايش. فقلت لهم اوكي ايش المين بروجرامز حقتكم؟ قالوا هذه الاويب اللي هو اوبريشن انتيك بروجرام. قلت له اول شيء ما حسميه اوبريشن انتيك بروجرام، حسميه اويب، لانه انتم عندكم حاجه اسمها اويمز وهذا مره قريب منه والناس تعرف الكلام هذا. ف we have to adapt the language to something new. هذه اول شيء. قلنا طيب ايش حنسوي؟ قلنا اوكي ناخذ رحله المستخدم. مين المستخدم في هنا؟ اللي هو الطالب المتخرج من الفوكيشن تريننج سكول عشان يجي يدخل في الاوبريشن انتيك بروجرام حقك، عشان يتخرج موظف يشتغل في الفيلد. فمن يوم ما هو بيقدم الين ما بتخرج، هذه عندي رسمناها، يا ريت كانت معايا، عملناها انفوجرافيك كامل ويقول لك الولد يقعد في الفوكيشن تريننج 3 سنين، يقعد في البروجرام هذا لمده سنه، يا بيقدم كده يا بيسوي كده، بروح هنا. سر الناس كلها في الاتش ار عارفين، الاداره عارفه، الطلبه نفسهم عارفين، الناس اللي بيشتغلوا في التدريب عارفين بالضبط ايش كل واحد دوره. فمهم بالنسبه للالاينمنت حقتك انه كل الناس على نفس الصفحه وكل واحد عارف دوره وفين هو في اي مرحله يتدخل وفين اروح وفين اجي واعرف بالضبط. هذه كلها اتعمل في صفحه كبيره كلهم عارفين. فلما صرنا حتى نتكلم مع الاداره، الاداره عندها تصور ايش اللي قاعد بيصير. فكان بيفيدنا في الماركتينج، كان بيفيدنا في الالاينمنت حقت التيم حقتنا يعني، وكان بالنسبه للطلبه مريح ان هم عارفين ايش الخطوات اللي حيروح من يوم ما يتخرج الين ما يدخل الوظيفه ويترقى فيها، ايش اللي تحتاج تدرسه، ايش الاساينمنتس حقتك حتكون، كله موجود قدامه كانفوجرافيك من غير ما يقرا كثير. فكان جدا مريح للناس. ابغى اسيبكم بحاجه جدا انترستينج من واحد من بول ماير، هو اكثر الناس المعروفين في التنميه والتطوير الذات. يقول لك اي شيء ممكن تتصوره او تتخيله بوضوح وتطمح له بشغف وتؤمن به باخلاص وتشتغل عليه بحماس، لا محاله في النهايه حيصير، حتوصله. وهذا حاجة بسيبكم بها إن شاء الله. لو تحبوا تعرفوا مزيد من البرامج هذه حق ثلاثة السعادة، في هذه الثلاثة البروغرامز وغيرها، لكن this is يعني the middle one that gives you the most about it. Okay؟ اللي هي المدير التنفيذي للسعادة، هي Certified Chief Happiness Officer. طبعا before you do this one you have to do مدير السعادة المحترف. We can do the برنامج القيادة الإيجابية alone. It goes into different things. You know, how to start an actual department, an organization. في ال في المنظمة حقتك، حقت إدارة السعادة. أغلب الناس بيسووها حقون يكونوا HR. But it can be a standalone organization نفسها. Okay؟ بتعرف هتطبق الحياة هذه كيف؟ زي الأمثلة كنا نديها عن الـ OIP programs، عن الـ onboarding programs، الorientation حقت الناس، الalignment حقتهم، getting people informed about the vision والmission والvalue حقت الشركة and so on and so forth. وفي أشياء كثير ممكن يتدخل فيها، لأنه دحين مع الضغط مع ضغوطات الحياة وكل شيء ثاني الناس بيصير عندها demoralization. أنت كيف حترفع معنوياتهم في أوقات زي دي؟ هذا جدا مهم. فأذكر أنه أيام التسعينات كنت أقرأ article يقول لك في القرن 21 مشاكل العصر ما حتكون
أمراض جسدية، حتكون أمراض نفسية، حيكون في ضغط مرة كثير وستريس مرة كثير على الناس، وهذه أثر في الإنتاجية. هي ما هي مسألة والله أنا رايح أطبطب على الناس أخليهم يحسوا أنهم أفضل. الفكرة هنا أنه أنت تبغى إنتاجية وتبغى إبداع وتبغى الناس تستمر بنمط وتيرة كويسة وما يصير مشاكل. لو الناس والله جاية كلها على أخلاقها في خشمها وتفصل على بعض وما يحس أنه هم engaged، عندك مشكلة، معنى أنت ما تقدر تستخلص أفضل ما عند هذول الناس. وهذا is very important to remember. في برضو هنا مثلا حاجات تانية تقديمها حصريا من ماركو، وفي حاجات نحن بنعمل فيها شركات وحذكر لكم حاجة هذه أكثر. فمثلا بالنسبة للحصرية مع رامكو is CPD certified وبرضو CPD group certified. بالنسبة للtotal quality management professional certificate والquality for beginners، هذه حاجات نحن عملناها بنفسنا، يعني الماتيريال نحن ضبطناه، نحن اللي انشأناه من الأساس. أوكي، وفي حاجات they are PCB authorized اللي هي ال regular ISO، نحن we provided as well. في حاجات about the quality management system foundation lead auditor، lab management systems foundation lead auditor، information security management and risk management as well. هذول بعض الشركات حقتنا كماركو. طبعا الشريك الحصري حقنا في المنطقة هذه كلها اللي هو الـ Happiness Business School. طيب عندنا بعض الشركات مع هنا الـ KPI Institute والـ Leadership Management International، الـ PECB نحن ذكرناها، وبرضو هنا الـ Global Innovation Institute. هنا لو تبقى تعرف أكثر عن الـ Design Thinking ممكن تأخذ أشياء من هنا أو تأخذ أشياء من هنا. وهذه برضو e-learning نحن عاملين معهم شراكة أزوبة. لو تحبوا تسجلوا في أي من برامج السعادة this is the barcode I'm going to give you a second if you want to take a snippet at it. وهنا لو تبغى تتواصل لخدمة العملاء للبرامج الثانية هذه الواتساب حقنا، هنا الإيميل حقنا، هنا السوشيال ميديا حقتنا. فلو تبغوا تاخذوا صورة لها that's fine، ممكن أرجع لكم هنا or rather خلينا نشوف. اوكي يا لو تحبوا تاخذوا صوره من هذه جو اهيد، هديكم كده مده 30 ثانيه ولا حاجه. اوكي وير جود، يعطيكم العافية، جدا سعيد أن أكون معاكم. عندنا كمان يمكن ربع ساعة ولا 10 دقائق نقول لو حبوا نأخذ أسئلة ونتكلم في الموضوع بشكل أعمق شوية. يعطيكم ألف عافية، عيدكم مبارك وصحبتكم السعادة والسلامة يا رب في هذه الفترة الجاية. أي أحد عنده أي سؤال يتكلم أو أي ملاحظة يتكلم عليها، أي فكرة في باله please go ahead. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مين معايا؟ حمزة سعد العتيبي. أهلا محمد، كيف حالك حبيبي؟ تفضل. سعد العتيبي. أو سعد، آسف سعد، كيف حالك يا سعد؟ حياك الله. Thank you very much. Very interesting training I would say. Yeah, I like it very much. It looks beautiful, frank speaking. So now my question now, when it comes to process mapping, mm-hmm. you said that I think in one slide that you said that you did that detailed process mapping for the guys from when they start until the last, you know. So you believe that the process mapping is very important and critical, especially for the new joiners. Absolutely, absolutely. أنا أقول لك حاجة and you hit the nail on the head يا أستاذ سعد. أنا أقول لك واحد من الحاجات اللي واجهتها الشركة اللي كنت بتكلم مع دحين بشتغل فيها، واحدة من الحاجات كانت مشكلة فيها إنه sales guys ما كانوا عارفين بالضبط كلهم إيش البروسيس حقت السيلز. وكل واحد كان عنده طريقه، هذه مشكله بالنسبه للستاندردز اللي انت تحاول تطبقها. لو انت تبغى يكون في ستاندردز you have to apply it across the board.
فجمعتهم كلهم كسيلز تيم، في ناس كانوا حاضرين وفي ناس على الانترنت نتكلم معهم، اللي في الرياض اللي في الشرقيه اللي في جده ديفرنت بليسز. فصرت اتكلم معهم اقول لهم ذا سيلز بروسيس انت هاو دو جو ثرو ات، واحد يقول لك اي والثاني يقول لك بي، واحد يقول لك اي بلس سمثينج، واحد يقول لك سي بلس سمثينج. لازم نوحد المقامات يا شباب عشان حتى نوحد اللغه المستخدمه. فانت واحد مثلا يقول لك موافق، اعتماد، تعميد، تثبيت، طب which one is it؟ صح؟ لازم توحد اللغة، لازم نوحد النظرة كلنا عشان نشتغل كلنا نفس الأسلوب. هذا أفضل شيء بالنسبة للموبيليزيشن. وعملناها بأكثر من حاجة. من يوم ما تيجي المنتج، أنت مثلا كان عندنا مثلا شراكات مع شركات أجنبية، يبعثوا لنا منتجات من بلدة من بلد المنشأ من المصنع، يطلع من المصنع يتحمل في ويرهاوس، من الويرهاوس يروح للميناء، من الميناء يتحمل على السفينة يوصل للميناء في جدة، يتنزل يتوقع أوراق معينة عشان يدخل يوصل للويرهاوس حقنا، يتحصل طلبيات معينة، يا إنه هذه الفترة يا إنه من قبل بالنسبة للعملاء حقوننا، يبدأ يروحوا على حسب الطلبية للأماكن حقة العميل. أول من العميل يجي يأخذها من الويرهاوس يحطها على ستاند، يا يعني انه نحن بنعمل لها ماركتنج بنفسنا، يا يعني نحن بنشتغل مع هذول الجماعه حقون العميل على الماركتنج حقها. بيحصل بيع او ما بيحصل بيع، لو حصل بيع بيحصل والله الاكاونتنج بياخذوا الفلوس حقتهم، لو ما حصل بيع بيرجع مره ثانيه للوير هاوس وهلم جرى. بس انه حطيناها بالطريقه هذه ريح ناس كثير. فحتى الرجال حق الاكاونتنج يتكلم مع رجال حق السيلز والماركتنج، يتكلم مع حق الاداره وكله فاهم. فايت از سو امبورتنت. طبعا احلى شيء في ديزاين ثينكينج يو كان ابلاي ات اكروس ذا بورد، اتس نوت اونلي اباوت هابينس، اتس نوت اونلي اباوت اتش ار، اتس اباوت سو ماني ديفرنت ثينجز. شايف؟ فروم البرودكت للسيرفيس للتجربه حقتك. شوف مثلا تدخل ايكيا ولا تدخل ديزني احساس ثاني، تدخل ريتز كارلتون غير لما تدخل مثلا 2 ولا 3 ستار هوتيل ولا بيت شباب، صح ولا لا؟ الاكسبيرينس ككامل. هذا واحد قاعد فكر انا هيعمل ايش. لما كنا واحد من البيلدينجز اللي كنت بشتغل فيها، والله يا استاذ سعد تستغرب كيف تعديلات بسيطه في التصميم تغير نفسيه الناس. وهذا لو الكلام دخلنا المبنى في ديموراليزيشن، جسي اوكي يتكلم يقول لك ايش، the employees work environment is a strategic objective to our company. I agree, totally agree, but usually there is a cost behind, of course. I mean that this will incur more costs and stuff like that. However, yes, I totally agree with you, and I say it's very critical and important. The other thing that and what based on my experience, what I noticed, and I'm almost in private sector for almost 20 years now. So I would say that the majority of companies here, I can say that almost maybe 80-85% in our market, in our emerging markets, of course, they focus mostly on what, not on how. So okay. Usually the key objectives to get a target, to get the sales, that sales target or records that they want, and that's it. So they are not focusing much on how to achieve these things and which way and stuff like that. So maybe this is the key problem, I would say. That's absolutely right. لأنه design thinking companies, well, design based companies make way more profits than usual. مثلا تتكلم على ابل، تتكلم على جوجل، تتكلم على ماكنزي، تتكلم اشياء اسامي كبيره زي دي. المراحل اللي عدى عليها المستخدم يفكر في كل حاجه. يعني تعقيبا على كلامك هذا، والله شوف حكايه الكوست and that's an important element to consider بالنسبه للديزاين ثينكينج، لكن just rearranging اعاده ترتيب الحاجات اللي عندك can create can unleash value غير طبيعيه. فعندي في هذا المبنى كان الناس ديمورالايزد، وكل الناس يقول لك نبغى بادجت عشان نجيب فرنتشر جديد. طبعا ذير از نو بادجت تو جيت ات، حنعمل ايش؟ فاقعد محلك سر لغايه ما قلت لهم اوكي ليت مي تيك كير اوف ذس.
بس إعادة ترتيب الفرنتشر بطريقة معينة أثر في نفسية الناس. سنقول أوكي كان في زرعة هنا زرعة هنا، كل المحلات مشتتة، كراسي مجمعة في محل واحد، محل هنا تاني فاضي، الإضاءة مضروبة، الشبابيك مقفلة، ما في نور بيدخل في الغرفة، عشان هذا القبيل، أمور ما هي مرتبة. كون إحنا قلنا أوكي الفرنتشر الزيادة نحن ما بنستخدمه نطلعه برا، الفرنتشر اللي شكله زي بعض ولا مختلف ألوانه حنحط هنا حاجات، حنحط هنا حاجات على حسب استخدامنا لها وإيش نبغى نشوف. ففي غرف مثلا كان في البيلدينج ما كان مستخدم، مسات مستخدمة، خلت الناس تتحرك لأنه الانفايرمنت بيكيم ويلكمينج، اند ذاتس ا كي فور ذا مور فور معنويات الجماعة اللي عندك. وبرضه كيف أقول لك، هيبة المكان نفسه لما يجوك ناس من برا يطالع يقول لك واو إيش ده، نفس الفرنتشر مرتب بطريقة مختلفة، خلت شيء حق الروم مختلف، الطاقة اللي في الغرفة اختلفت. كان عندي اثنين شيبان يتناقروا دائما، طبعا يتناقروا كلمة حجازية قوة بمعنى يتضاربوا كثير مع بعض سنين بالطريقة هذه. كون حطينا غرفة يقعدوا فيها يتكوا يرتاحوا يشرب موية وقهوة في محل في إضاءة كويسة، الشباك مفتوح، في والله حاجات بسيطة يا أخي سعد. إنه صار يتكلم مع بعض والله العظيم، كان يقولوا هدول أنت وشلون سحرتهم، يقول له ما هو سحر ولا كده، بس إنك أنت هيأت المكان إن الناس ترتاح فيه. هدول بني آدمين في النهاية، هدول بشر مجموعة مشاعر وأحاسيس، يكون مضغوط يكون تعبان، حط في بالك إنه هذا الرجال قد يكون تعبان، هذا ولد كان يكون خايف ولا مرتبك، أتعاون مع الناس أتعاطف معاهم، مو لازم نجيب شيء جديد، على قولة إيش جود بالموجود، لأن هو مسألة فكر. صحيح صحيح، yeah, I agree with you, very interesting, thank you very much حمزة. حياك yeah. الله أبشر أبشر حياك الله. أنا sorry أنا بس I have taken that much time, but I want to it's for me it's very interesting and I totally believe in what you are saying. I'm sure that the majority would agree with this also. However, بس أنا I'm just asking that are they going to share these materials with us or I think since you are having our emails and sure I'll refer طبعا to Dr. Ayman about this ونرجع لكم على الموضوع هذا أكيد إن شاء الله. أبشر، يعطيكم العافية، thank you very much. حياك الله، أبشر أبشر حياك الله. السلام عليكم أستاذ حمزة، عندي استفسار بخصوص دورات عن الذكاء العاطفي. أوكي أهلا نورو، في شيء تنصح فيه؟ تمام الحمد لله. بالنسبة للذكاء العاطفي Emotional Intelligence أنا اللي أعرفه كان في كتاب عن الموضوع هذا، هذا اللي أنا أعرفه، لكن على الدورات أتوقع في دورات ممكن يفيدنا دكتور أيمن لو نحن عندنا دورات في ماركو نقدمها في المسألة هذه، أو إنه لو يقدر يقول شيء. بالنسبة للذكاء العاطفي موجود عندنا، عندنا ورش عمل وعندنا كورسات بيقدمها أستاذ فايز وبقدمها أنا برضه. كيف ممكن نحصل عليها؟ يعني هل الموقع فيه معلومات كافية أو ممكن تعطينا بريف عن الموضوع؟ هذه فيها نوعين، إما أن هي برامج تكون مفتوحة للجمهور عشان يسجلوا أو حسب الطلب، يعني إذا في مجموعة طلبتها أو شركات بنقدمها لهم بشكل خاص. إلى الآن الشهر احتمال تنزل واحدة في أغسطس، بس إلى الآن ما أعلننا عنها، احتمال خلال الفترة الجاية برتب مع أستاذ فايز عشان ننزل واحدة خلال شهر، خلال الشهر الجاي إن شاء الله، فممكن يجيك الإعلان على الإيميل إن شاء الله. شكراً، الله يعطيكم العافية. حياك الله. أتفضل يا جماعة لو أحد عنده أي سؤال أو استفسار أو ملاحظة please go ahead. شكراً لك يا أخي حمزة على الإثراء والمعلومات الجيدة، والشكر الأخوان في ماركوز as well، وتحياتي إذا جاء وقت الصلاة فأستاذن، شكرا لكم. تسلم سيدي علي، يعطيكم ألف عافية، شكرا على كلماتك الطيبة، شكرا لك. أوكي يا جماعة، أي أحد عنده حاجة يقولها أو يستفسر عنها؟ عفوا سيد حمزة، do you have account on LinkedIn؟ I do.
فيو كان تيك ذا سيم نيم حمزة عارف اند يو كان اد مي اون لينكدين دايركتلي. اوكي حياكم. اوكي جماعة هنا في رابط التسجيل اللي بيشوفه هنا في الشات بوكس. اوكي وبرضو هنا أستاذ أيمن بيقول لنا أنه شهادات حد تنعطى لكم إن شاء الله بعد العيد. اوكي thank you. Can you just give us a hint regarding positive restructuring? اوكي that's a very interesting question actually. لما تقولي positive restructuring are we talking about inner engineering ولا are we talking about outer engineering؟ حياك الله إبراهيم تسلم يا حبيبي شكرا لك. Okay Zainab, this is a very interesting question. Do you prefer that we speak in English or in Arabic? عشان for everybody. Okay. فمثلا أنا من الناس اللي مؤمنة إنه أنت تعكس خارجيا اللي أنت داخلك. Okay. فلو إنه somebody is artistic واحد فنان رسام مبدع حيبدأ يعكس الحاجة هذه حوله حيحط له رسمة حيسمع موسيقى. Speaking of which كان مفروض أسمعكم أغنية حقت Don't Worry Be Happy بل حيقعدوا هنا معنا شوية ممكن أسمعهم هي أو نبعث لكم اللينك حقها. Okay so لما تتكلمي على Positive Restructuring في أشياء كثير يتكلموا فيها مثلا Regarding Chi Energy حقت الروم لأنه فعلياً what they're saying هنا أنه أعد ترتيب الموجود عندك بطريقة يكون سهل عليك أن تتعامل معها. فمثلاً ما الحاجة لما يكون في كركبة كثير إيش بيصير؟ أنت تتوتري. لما يكون في كركبة أشياء ما هي منظمة ما هي مرتبة ريحة المكان ما هي حلوة السميل ستيل مثلاً ما في إضاءة داخل الغرفة ما في تهوية كويسة ما في إضاءة كويسة نفسياً أنت بتتعبي وهذا يأثر في يعني الجسد بيأثر في النفسية وبالعكس النفسية بتأثر في الجسد. عشان تعمل البالانس هذا you have to look into على قولتك restructuring. في حاجات مثلا في programs عنا inner engineering you might want to look into. طيب it's more mystical in nature but nevertheless it's beneficial. وفي مثلا فكرة design thinking ومثلا interior design إنه how does it impact things. والله يا ناس أذكر أيام الجامعة أخذت كورس عن environmental design. طبعا أنا كنت طالع في السمر قالوا لي خد كورس زيادة ما أعرف إيش أخذ قلت إيش الكورس هذا والله environmental design let's go والله أخش مخي أتغير طريقة التفكير عنه يقول لك الناس تأثر نفسيتها بالإيجاب لو سمعوا صوت الموية يسموه خرير الموية تقريبا الإضاءة نوع الألوان يأثر لدرجة إيش وهذا شيء قشعر البدن دخلوا على سجن كمية مضاربات غير طبيعية because these guys are alpha ultra males in a jail ف it's a very hostile environment. ما عملوا أشياء كثير عملوا حاجتين في البداية بس لونوا الجدران بمبي لونوا الجدار بمبي نزل معدل المضاربات بأكثر من 30%. أنت فاهمني إيش اللي ساير هنا؟ اللي يقول لك البيئة ما تأثر على نفسيات الناس هذا مو صحيح. إنك أنت بس غيرت اللون حق الجدران اللي في السجن قلل نسبة المضاربات. هذا شيء خرافي. إنه بس الناس تسمع صوت الموية حتى لو ما في موية حقيقي. صوت الموية تسمعه. تيجي مثلاً محل زي معلش تذكروا محل الشوز كان اسمه ايش مش بيلس شوز حق راح يذكرني one of the famous shoe stores اللي بيع النايكيز وبيع الاديداس وكام هذا كله حاجة من هالقبيل واحد من حاجة عملوها ايش مسكوا كان يمسكوا فانيلا سميلز وسيرتن سميلز يركبوها في الفنتيليشن فالناس لما تخش تشم الريحة حقت الفانيلا وتشم ريحة الجراس and they actually feel better and
بسبب الحاجه هذه اللي تنت كونسيوم مور. لو انت فاصله وانت داخل السوق صح، لو انت نفسيتك تعبانه وانت داخل السوق انت متوقع تشتري؟ لا، غالبا الوقت حتضارب مع البياع، نزل السعر طلع السعر، هذه ايش بها شكلها كده عامل هذا ايش، فاقول لك انا ما ابغى الشيء هذا يصير لي، لا ابغى اضاءه كويسه، ابغى محل مرتب، ابغى ريحه المحل يكون كويس، بحيث لما تخشي انت نفسيتك منشرحه، انت جاي تشتري، وهذه is so important. فمو لازم يكون الشيء غالي، ممكن تجود بالموجود لكن still is effective and is valuable. Very excellent question زينب، يعطيك ألف عافية. I hope I answered your question. طب حمزة سريع، ممكن سؤال لو تكرمت حصي سريع؟ أكيد حياك الله، أكيد أكيد. الله يعطيك العافية. بس يعني هذا الموضوع سؤال، هل له ارتباط يعني spiritual، يعني شيء يعني الجانب النفسي والجانب الروحي كذا، في ارتباط بينهم في هذا الأمر؟ قصدك في design thinking ولا فين؟ إيه في يعني yes في the redesign thinking yes. directly ما في ارتباط، يعني ما هو مثلا مستوحى مثلا نقول من فلسفة معينة أو من دين معين، هي actually فكرة طلعت من ناس مهندسين في ستانفورد ومصممين وقالوا حنطبقها، this is how we come up with new ideas، وحنحاول نطبقها في مجالات ثانية. ف actually what you're taking for design thinking is the toolkit. يعني أنا ما أخذتها مع إنسياد قعدنا 7 أسابيع and it was a very expensive course as well، لكن it was worth every penny. قعدنا هناك 7 أسابيع يعلمك كيف تطلع بالأفكار الإبداعية هذه، يعني how to do it. لكن أنا كنت أخذها على أساس إنه جنرال، هذا الكورس اللي احنا بنقدمه هنا is related أكثر للمنظمات والهابينس في المؤسسة نفسها، هذاك general design thinking. ف there is no spiritual philosophy behind it, is actually engineering based، صح؟ مجموعة مصممين واركيتكت وكده، يعني كيف بيطلعوا بالفكرة، والجماعة هذولي خرافيين. يعني يقول لك مثلا، يقول لك CEO أنا بعمل تصميم تفكير تصميمي بالنسبة للشركة حقتي، يقول لك قبل ما تيجي بتجيك نحن ونعمل لك المنتج حقك ولا whatever انت need from us، نباك تيجي انت عندنا الموقع وتقعد عندنا أسبوع. عجيب، اقعد عندنا اسبوع، اعمل ايش في الاسبوع ده؟ يقول لك اتعرف على التيم حقنا، سي هاو وي ورك، عيش في الجو حقنا، يبدا يشوف كراسي، حركات منطقه، كيف الناس زي خليه النحل ماشيين، في تعاطف، في تفاعل، في سو ماني ثينجز ار هابينج، اتس جاست انكريدبل. فهل في تاثير للبيئه على نفسيه الناس؟ اوف كورس. ونفسيه الناس تاثر في انتاجيتهم؟ اوف كورس. ونحن نعرف إنه إنتاجية في النهاية معناها more profits. فإف آسف، if you're designing something and you're considering people when you're designing it, eventually you're getting to profits. فمثلاً زي فاكر لما كانوا فورد لما طلعت السيارات في الأسمبلي لاين كان يقولوا في ألوان تانية، يقول لك you can have any car as long as it's black, but that's not very beneficial, is it? او انك تعمل سياره تنقول لك، يقول لك انا بس اقدر اركز في الفانكشناليتي حق السياره، السياره وسيله نقل من A ل B. طيب لو الكراسي ما هي مريحه احد حيركب السياره دي؟ لو ما فيها مكيف، لو ما فيها حزام امان، لو ما فيها راديو ولا مسجل، ناس تحط حتى دحين تلفزيونات جوه السياره، ولا ايرباكس، ما صارت بس وسيله نقل، تبقى برضو يكون شكلها حلو عشان it's a status symbol، صح؟ تبقى الشكل السيارة يكون كويس لأنها تدل على مكانتك الاجتماعية أو اقتصادية، لأنك أنت هنا بتطالع في البرودكت مو على أساس أنه هو برودكت بيأدي وظيفة معينة، لا، لكن هو له معنى بالنسبة للكونسيومر نفسه، شايف؟ ف I hope that answers your question. Thank you very much. I got it. Yes, here. حياك الله. Anybody has any other questions, guys? Girls?
going once. I will check the chat box لو في حاجات تانية. خليني بس أطالع كده بسرعة. أوكي ما شاء الله الشات بوكس هنا ما شاء الله تبارك الله. أوكي خلينا نشوف كده بسرعة. أصبح التاتش أيوة هذا كده هذا في الدوريك ده. شكرا يا رنا. شكرا يا دعاء. أمل thank you. وسام نار ما شاء الله تبارك الله أنا والله فاتني هذا كله. طيب أوكي. By the way, Hamza, how much was the cost for the INSEAD course? Is it 200,000? Loof, I can't remember right now. And by the way, yeah, you know, INSEAD is very is costly, yes, of course. لكن والله it was intense, huh? It was intense. قعدنا يمكن 7 أسابيع نشتغل على الموضوع ده intense. يدخلك في الـ empathy ودخلك في الـ brainstorming وطلع لي حاجات أعمل لي postcard بالشكل ده أعمل لي كده and والله العظيم after you take this concept and you apply it يعني you see the world differently. I honestly believe that. Yeah. I knew that INSEAD is a prestigious one and the best I believe. Yes. فهنا نشوف حمزة إيش تخصصك؟ Yes, it's incredible صراحة. فهذه مثلاً هنا في design thinking is design thinking. شايف؟ Once you get the concepts down, whether هي من INSEAD ولا ماركو ولا ستانفورد ولا كده, once you get it down, they have different كيف أقول لك angles على الموضوع, صح؟ They have different angles على الموضوع. فأنت على حسب إيش التوجه حقك. فهنا مثلا حمزة ايش تخصصك؟ انا اساسا ويا للغرابة انا متخرج ادارة مالية اساسا وبعدين درست الماجستير حقي في الاستراتيجية حقت المؤسسات في اسكتلندا في اليونايتد كينجدم. توصل على الايميل يس توصل على الايميل بعد هذا الشهادة بعد العيد ثانك يو regarding positive restructuring. هذه كانت زينب في ازرق في الشات مقيمة هذا لا showroom thank you so much substance culture positive con inshallah yes that's what we hope for ya zainab فنشوف منصه ملهم للدول المجانيه معتمده في المؤسسه العامه لنظام فارس للانضمام all right marco all right guys anybody has any other questions